عنوان مستقبل الطاقة، أطلقت إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي 2021 في قصر المؤتمرات بدمشق. المشاركين من كل المحافظات تقريبا، في تحدي، في منافسات كثير قويه. كمان بيميز يعني هالعام نحن اول شيء عم ننقل المسابقات تبع الطاولات كلياتها على النت اونلاين، فبيقدروا اي حدا يفوت على الموقع المسابقه ويشوف كل شيء عم بيصير بالجولات، وطبعا ارتفاع مستوى المتسابقين. يعني احنا العام الماضي احد فرقنا اخذ المركز الاول على المستوى العالمي، وان شاء الله هاي السنه بيكون عندنا تاهل لفرق ممكن تنافس على المراكز الأولى عالميا مثل كل عام. المسابقة فيها عدة فئات، في الفئة النظامية يلي هي فيها كمان 3 فئات عمرية، وفي عنا مسابقة المشاريع المفتوحة يلي فيها 3 فئات عمرية، وأنا هون كان لي دور كمان كرئيس حكام هذه الفئة. بهالفئة هي في مشاريع هالطلاب أو هالتلاميذ هدول عم يخترعوا، عم يقدموا حلول من أجل الطاقة، استهلاك أو استغلال الطاقة المتجددة لحل مشاكل المجتمع. فهالأفكار هي عبروا عنها بمشاريع روبوتية بتحل وبتساعد المجتمع. إحنا هي المشاركة الثالثة إن شاء الله على التوالي بالمسابقة الـ WRO، المسابقة الوطنية للروبوت، تحضير المسابقة العالمية تحت عنوان السنة مستقبل الطاقة. احنا مشاركين بالفئة النظامية، لمسابقة نظامية للفئة المتوسطة الجونيور، مشاركين بطالبين هاي السنة، وان شاء الله يعني طموح كبير ان شاء الله ناخذ مركز يعني الوصول للمسابقة العالمية. مشاركتنا اليوم نحن مشاركين ب7 فرق من نادي جينيوس ومن مدرسة سوا مونتيسوري، مشاركين بالفئتين، فئة الريجولر الفئة النظامية وفئة الأوبن الفئة المفتوحة. السنة عنوان البطولة أو تحكي السنة البطولة عن الطاقات المتجددة فيوتشر إنرجي، كيف أنا بقدر أني يكون عندي حلول ذكية، حلول بديلة لموضوع الطاقة خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها. يشارك في المسابقة 59 فريقا موزعين على 3 مسابقات، هي المسابقة النظامية والمسابقة المفتوحة ومسابقة مهندسي المستقبل. منازل المستقبل، استخراج الطاقة النظيفة من المصادر المتاحة في آن واحد، ولا يجب أن تتوقف التدفئة عندما يغيب النهار. لهكذا فريق جي سي اي جالكسي بحث عن حل، الحل كان استخراج الطاقات النظيفة في آن واحد من المصادر المتاحة في آن واحد. البيت الذي صممناه أخضر ومستدام، يحافظ على البيئة ولا يطفر الفسل فيوز وهو الدخان الذي يضر بالبيئة، والبيت يستخدم الطاقات النظيفة بدل من طاقة المحروقات. مشروعنا هو محطة توليد طاقة تيار كهربائي بالغابة عن طريق استخدام طاقات متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة النواعير، وبعدين بنعطي هي الطاقة اللي نحن أنتجناها على المناطق المجاورة عن القرية الغابة. نحن طاقة المياه مثلناها بنواعير مائية بتكون محطوطة بنهر. هالنواعير المائية بتدور تقريبا من 500 ل 2500 دورة بالدقيقة، وهذا هي المعدل من دورات بيعطي طاقة كهربائية قدرة من 100 ل 1000 واط. الطاقات اللي استخدمناها هي طاقة الرياح، يعني العنفات اللي لازم نحطها بأماكن مرتفعة لناخد أكتر كمية من الرياح، يعني توليد طاقة أكتر. ومن دورانها المستمر نتج عنها من 1000 واط إلى 10000 واط. المسابقة تهدف إلى استخدام المزيد من الطاقة من المصادر المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه، وتعتبر مؤهلة للمشاركة في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي التي ستقام عن بعد خلال شهر تشرين الثاني المقبل.